بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. وبعد، بحمد الله وتوفيقه نبدأ المسير مع المتشابه في سورة آل عمران، مع الآية الأولى في هذه السورة الكريمة في هذه الحلقة الأولى، مع الآية الثالثة في سورة آل عمران في سورة آل عمران. وهذه الآية في حد ذاتها بها بعض المتشابه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. للسائل أن يسأل لما ذكر في حق الكتاب نزل، بينما في التوراة والإنجيل قال أنزل. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. القرآن الكريم نزل منجما بحسب الدعاوى وبحسب الأحداث، ولم ينزل دفعة واحدة، لذا عبر عنه بلفظ يفيد التكرار، وهو لفظ نزل. أما أنزل فهي في الغالب في الأعم تفيد النزول دفعة واحدة، وهذا الذي جرى في أحوال تلك الكتب، كانت تنزل دفعة واحدة. لما جاء موسى لميقات ربه رجع وفي يده الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهذه الآية تشبه الآية 136 في سورة النساء، قول مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الآية الثانية في سورة آل عمران من هذه الحلقة، مع قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. هذه الآية تتشابه مع الآية 116 في سورة آل عمران من نفس السورة، الآية 116، ومع الآية 17 في سورة المجادلة،
الآية 17 في سورة المجادلة. للسائل أن يسأل لماذا في آية آل عمران العاشرة وصفهم بأنهم وقود النار، بينما في الآية 116 من آل عمران وآية المجادلة 17 وصفهم بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون؟ نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. لو تدبرت الآيات التي سبقت هذا الوصف في الآية العاشرة من آل عمران التي وصفتهم بأنهم وقود النار، لوجدت أنها تتحدث عن الذين يبدأون بإثارة وتأجيج الشبهات على آيات الكتاب العظيم من أجل إثارة الفتن والتأويلات الباطلة. فكما أنهم يبدأون بتأجيج الفتن ناسبهم جزاء وفاقا أن يعاقبهم بأن يكونوا هم بأجسامهم من يؤجج ويشعل النار في جهنم أي وقودها، وإن كان كل المعاني تؤدي للغرض بأنهم الوقود الدائم لجهنم، وهذا ما أداه لفظ الخلود، ولكن لخصوصية المعنى عبرها هنا بقوله تبارك وتعالى هم وقود النار. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتوفيق الله مع الآية الأخيرة في هذه الحلقة، مع الآية 11 من سورة آل عمران. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الآية تتشابه مع الآيات التي وردت في سورة الأنفال في الآية 52 والآية 54 من سورة الأنفال. الآية 52 والآية 54 من سورة الأنفال. للسائل أن يسأل الآيات الثلاث تتحدث عن آل فرعون والذين من قبلهم، وبالرغم من اتحادها في المعنى إلا أنها اختلفت في العبارات. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده. الآيات تتحدث عن تكذيب هذه الفئات، ولكن إذا تدبرنا الآيات التي سبقت الآية 11 والآية 54 من سورة 11 في آل عمران و 54 في سورة الأنفال، الآيات التي تسبقها تحمل لهم تهديد وهم في الحياة الدنيا، فربما ارتدع بعضهم وراجع، فلذلك استخدم لفظا أخف في وقعه من لفظ الكفر، ألا وهو التكذيب. أما الآية 52 فقد وصفتهم باللفظ الصريح وهو لفظ الكفر، ولو استعرضت الآية التي سبقتها مباشرة تراها تتحدث عن لحظات الوفاة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فهي تتحدث عن لحظات الوفاة لهؤلاء، وهذه هي اللحظة الفارقة، وهي إما مؤمن وإما كافر، ولا تنفع عندها توبة ولا ينفع عندها رجوع، فهي لحظة فارقة إما إيمان وإما كفر. فلذلك ناسب جدا أن يكون الوصف هاهنا كفروا بآيات الله. للسائل أن يسأل المواضع التي قال فيها كذبوا، مرة يقول بآياتنا
ومرة يقول بآيات ربهم. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمرادي آية آل عمران، النسق السابق لهذه الآية، كل نسق السابق للآيات التي تسبقها تتحدث بضمير المتكلم، تنتهي بنا آتنا، فناسبها أن تسير على نفس النسق بقوله بآياتنا. أما آية الأنفال 54 فسبقها قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمنعم المتفضل، هذه من صفات الربوبية، المنعم المتفضل على عباده هو الرب الذي يربيهم على موائد كرمه وعطائه وجوده. والخطاب قبلها ما بأنفسهم، فناسبها أن يقول ربهم. للسائل أن يسأل، مرة يقول والله شديد العقاب، ومرة يقول إن الله قوي شديد العقاب. نقول وبالله التوفيق والله أعلم بمراده آية الأنفال 52 سبقها ذكر مقالة الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وقول المنافقين غر هؤلاء دينهم، فناسب ذلك أن يؤكد للفئة المؤمنة ويزيد في ثباتهم باستعمال حروف التوكيد، حرف التوكيد إن الله قوي شديد العقاب، ويستخدم لفظ مع لفظ الله قوي، إن الله قوي شديد العقاب. أما في سورة الأنفال في الآية 54 فهي أتت بعد الآية 52 ففصلت في هذه الآية ما أجمل في الآية 52 عن كيفية الأخذ، كيف أخذهم الله، وأنه إما بالهلاك أي الاستئصال، وهذا ما كان يحدث للأمم السابقة، وفي حق فرعون وقومه كان الغرق، فلذا فصل هنا كيفية الأخذ. هذا والله أعلم وبالله التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على طاعته وفي محبتي ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.